ماي منين يجيكم؟ من تكريت من الشط. هاي بتناكر. بتناكر والميزانية ما صلح حد يخطيها، ما بها ميزانية، فلوسها قليلة. زين طيب اليوم وين المشكلة؟ اسمح لي، تنكر الماي يصل العائلة ب 120,000؟ والله 120,000 يكفيها للعائلة. والله إذا عائلة أنا هسه أنا لحاشيك ماي تجاوزت 25-20 يوم 14,000 لتر. هذا التنكر يجيبه أنا أجيبه كبير 14,000 لتر. إنما أكو ناس والله يقسلون أمي مر، يقسلون ملابسهم مي مر، البيت يمسحون مي مر، بس التركيب والشايب مي الحلو ما عندهم كان يجيبون مي. وهذيك التحليه انا هسه تروح تشوفها يعني سووها واعلام وعطلت وما حد يصلح. ما حد يصلح، ما حد ناشد علينا نهائيا. ايش بعد من هنا محطه التحليه؟ محطه التحليه 300 متر. يعني هاي هناك اي 300 متر. يعني هاي ما يقارب يعني هاي اذا تشتغل تكفي الناحيه كلها. تكفي الناحيه، تسد الناحيه، مو بس الناحيه. ايش قد اشتغلت وعطلت؟ والله تشتغل شهر وتعطل، فلاتر ما ادري شنو، ماكو اشتغل السنه كامله. كادر ماكو عليها، مخصصين من القريه، يعني الدوله ما وظفت واحد عليها مستلمها ويديمها بدامه صحيحه، كل من يجي يشغل يترس ويمشي، يعني فلتر يوسخ ما حد يبدله، ما ادري شنو، الا سدد الفلاتر وعطلها ومشوا، تناشد ابو الماء والمجاري ابو دائرة الماء، والله ما منصنت عليك، احنا عندنا بقريتنا على اساس يجيب لنا وحده، والله وحده بالنجف، راح تجيكم بعد كم يوم، بعد كم يوم، طلعت مال تصفيه مو مال تحليه، اخر شيء هذا العذر مالهم، فماكو اي خدمات.